أنا بيدان معتصم، عمري 29 سنة، خريجة إعلام جامعة دجلة. كان شخصية خديجة بأحلام السنين برمضان 2020. كنت كلش يعني وايد أصور، كنت أدعي وأقول إنه يا ريت الناس تكرهني ويا ريت إنه توصل لهم الشخصية، وكنت يوميا أقول يا ربي يا ربي أوصل الفكرة للناس إنه لازم أكون مكروهة ولازم أكون هاي البنية اللي ما تنحب وكلها مشاكل وكلها أذية. بعدين من نجح العمل والدور والناس كرهتني وقامت تجيني تعليقات في الدايركت، مسبات وتجاوزات، قمت أتأذى كلش يعني أتعب نفسيا. فأساتذتي والفنانين اللي وياي قالوا لي بالعكس هذا نجاح للشخصية. طبعا أكيد يعني ساهم بأنه يساعدني بعملي، لأنه أغلب الناس اللي كانت تجيني بشغل أو حتى كظهور إعلامي، لأن أنا اشتغلت قبل برنامج يعني ميداني أو حتى كإعلانات أو غيرها وغيرها، منال اسم منال يعني، من بعدها عرفوا أنه أختها بيداء تشتغل بهيجي شيء، فظلت تجيني العروض أو يجيني الشغل. بس كبداية طبيعي منال. بالبداية ما كنت أعرف أنه أنا أحب التمثيل، وما كنت أعرف أنه أنا ليش أحب الإعلان. يعني من البداية من دخلت قسم إعلام كان ببالي أنه أنا رايدة صحافة. جربت الصحافة ما حسيت أنه أنا أريد أنمي هذا الموضوع. من بعدها جربت الإعلان، ما حسيت أنه أنا داريد يعني أوكي دا أشتغله ودا يطلع بصورة حلوة باعتباري أنا خرجة إعلام أصلاً، بس يعني مو هو اللي أنا أريد كلش أتعب عليه وأريد كلش أنه أطوره. من اشتغلت دور خديجة بأحلام السنين عرفت أنه أنا خلص لقيت نفسي بمعنى، وأنه هذه المهنة هي نفسها اللي أنا أريدها. شخصية زينة مسلسل ضربة زاوية، أحبكم كلش هواية، برنامج خفيف لطيف ظريف مثلي. أنصح كل بنية بأنه تدير بالها على نفسها وأنه تطور نفسها وأنه تدير بالها على شغلها ودراستها. شغلها ودراستها سندها الوحيد بهاي الدنيا، لازم تطورك ولازم كلش تطمح أنه تكون أحسن.